أكدت سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح أن وزارة الصحة تواصل جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا عبر تطويع مختلف التقنيات الحديثة، بما يسهم في حفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، كما أن عمل قائم على تسهيل الإجراءات وتقليل مدتها مع الحرص على أن يتم تقديمها بكفاءة عالية، مشيرة إلى أن الجهود التي تبذل من خلال فرق العمل من كوادر طبية وصحية ومختلف الجهات ذات العلاقة إلى جانب المتطوعين هي جهود وطنية متكاملة ضمن فريق البحرين الواحد، تؤكد على أن صحة المواطن والمقيم هي دوما أولوية قصوى. وأوضحت الصالح خلال تدشينها مركز الفحص من المركبات في مركز الفحص بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات أن هذه الخدمة تهدف إلى تسهيل إجراءات الفحص النهائي وأخذ العينات للحالات الخاضعة للحجر المنزلي والذين أنهوا مدة الحجر، وذلك عبر حجزهم للموعد إلكترونيا عبر تطبيق مجتمع واعي قبل انتهاء مدة الحجر بثلاثة أيام، ما يسهم في تجنب الاختلاط والحفاظ على تدابير التباعد الاجتماعي المعلن عنها ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس. وأشارت الصالح إلى أن مركز الفحص من المركبات من المقرر أن يعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة 8 صباحا وحتى 8 مساء، حيث يتم إجراء الفحوص بمتوسط زمني يصل إلى 5 دقائق عبر 8 محطات مخصصة يتم من خلالها أخذ البيانات وتسجيل المعلومات الصحية، ليتم بعدها عرض نتائج الفحص من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الصحة. خدمات جديدة دشنتها وزارة الصحة لمتابعة الحالة الصحية للمواطنين والمقيمين، وآخرها مركز الفحص من المركبات لفيروس كورونا في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات. طبعاً اليوم هذا التدشين للفحص من خلال المركبات اللي يبتدي يعني من اليوم العمل الفعلي بعد أخذ التجربة من يومين. طبعا هذه راح يسهل على جميع المواطنين والمقيمين لإجراء الفحص السريع، وهذه أحد الآليات أو الإجراءات اللي تسهل على الناس في أخذ العينة في الفحص وفي نفس الوقت تقليل الوقت عليهم، وخاصة أن قد يكون بعضهم عندهم ارتباطات، فممكن أن من خلال السيارة ويستغرق تقريبا بين 5 إلى 6 دقائق يعني لما تتم كل العملية، وهذا راح يخفف الضغط على أماكن الفحص الأخرى. وهدفنا الأساسي هو تسهيل كافة الإجراءات للمواطنين والمقيمين في هذا من خلال هذا الفحص في مركز المؤتمرات والمعارض، وخاصة أن الطاقة الاستيعابية الموجودة من خلال اللينز الخطوط اللي موجودة عددها 8 وراح تستوعب أعداد كبيرة إن شاء الله من اللي يتقدمون بعد ما يقومون بالتسجيل الراغبين فيه من خلال الفحص من خلال المركبات. هذه الخدمة تعتبر الأولى من نوعها التي تقدم للمركبات في مملكة البحرين، وتتيح للمراجعين أعلى درجات السلامة والخصوصية في ظل الجهود الجبارة التي تبذل من خلال فرق العمل من كوادر طبية وصحية ومختلف الجهات ذات العلاقة إلى جانب المتطوعين، والتي تسعى للحد من انتشار الفيروس في ظل توجهات الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا. احنا متطوعين لأجل حسن البحرين، احنا صدق كنا نتحسس من المواضيع، طبعا شيء اكيد الكل يتخوف من هالموضوع، بس ما في اي مجال من الخوف، الحمد لله رب العالمين، كل شيء تحت السيطرة. طبعا الطاقم الطبي مو مقصر معانا، هو قاعد يعطينا تعليمات، قاعد يقول لنا شلون احنا نوقف وشلون ننظم مع المرضى، شلون نوزع المرضى، فما في اي خوف. صراحة جهود جبارة من الجميع يعني، وشيء حلو ان نشوف الكل مجتمع وقاعد يحاول ان نقدم رعاية حق الجميع صراحة. هذه الخدمة الجديدة تهدف إلى تسهيل إجراءات الفحص وأخذ العينات للمواطنين والمقيمين من الذين قد أنهوا فترة العزل المنزلي، إذ يقنيهم هذا المركز عن الذهاب إلى المستشفيات لإجراء الفحص حفاظا على صحتهم وسلامتهم، كما أنه يجنب المراجعين الاختلاط تجنبا لفرص انتقال الفيروس.
طبعا احنا كأطباء أسنان وايد نتشرف ان لنا دور بهاي الأزمة. ويقدم المركز خدمات الفحص للذين قاموا بحجز موعد مسبق عبر تطبيق مجتمع واعي بأوير، وذلك من أجل جدولة المواعيد الخاصة بهم عبر هذا التطبيق. وقد تم العمل على تجهيز هذا المركز بالتقنيات الحديثة والكوادر الطبية والفنية لتقديم الرعاية اللازمة، وذلك وفقا لأعلى المعايير الصحية العالمية. شوقي العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.